صديقي الغلبان، تعال اقول لك معلومه ملهاش اي 30 لازمه في حياتك، مش هتنفعك اي شيء في الدنيا. تابعنا على قناه عالم سموسي بعد الفاصل. تفتكر يا صديقي في كواكب تاني غير الارض ينفع نعيش فيها؟ ده سؤال مهم جدا، تقريبا كده سؤال بيطرح بلح. انا هرد عليه. حبيبنا في وكاله ناسا قالوا ان في كواكب تاني كتير، لكن اشهرهم واحد اسمه كيبلر 1649. يعني خلاص هانت كلها شويه، واحفادك يطلعوا يعيشوا في الفضاء، مش انت طبعا. يعني هنسيب الارض وجوها الملوث وهنروح نلوث كوكب جديد براحتنا يا معلم. كيبلر ده كوكب فيه تراب وميه وجو صالح للحياه، وبياخد تلتين الضوء من الشمس بتاعتنا. تخيل، ما بتدفعش فلوس. والله يعني بياخد ضوء من عندنا ببلاش. ده هو موجود في حاجه جنبنا اسمها القزم الاحمر. وكانت ناسا بقالها 9 سنين من سنه 2009 لغايه 2018 وهي بتجمع معلومات عن كيبلر واخواته. مش فاهم ليه، بس يعني ان شاء الله خير يا رب. الموضوع يعني هيطول شويه ومكلف، انه محتاج ملايين ومليارات، مش جنيه لا، دولار اللي هو الاخضر اللي انت عمرك ما شفته ولا هتشوفه في حياتك كلها. بس يعني هانت هانت، موضوع مش لينا احنا والله. يا كمان تخيل ان كيبلر ده يعني مش جنبنا هنا، مش على طريق مصر اسكندريه، ده بيننا وبينه 300 سنه ضوئيه. طب انت تعرف السنه الضوئيه دي؟ اكيد ما تعرفش، بما انك مواطن زيي ما تعرفش. انا هقول لك السنه الضوئيه دي قد ايه. السنه الضوئيه دي بتساوي 9 تريليون و4 من 10 كيلومتر. والله انت ما تعرف التريليون فيه كم سنتر، انا متاكد. يعني تابعني على قناه عالم احمد سموسي، هجيب لكم معلومات زي دي تاني كتير باذن الله، لو انتوا بتحبوها او انتوا بتشجعوا النوع ده من الفيديوهات. مش عارف، بس يعني تابعوني تكسبوا ثواب. ده اقل حاجه اقدر اقولها لكم. عالم احمد سموسي، العالم من منظور شخص محايد. شكرا.